الرجال مخابر مو مظاهر، صحيح. هذا يعني شيء. بس هو يعني طبعا يعني الشكل يعني يعطي اكيد يعني يعني الروح يعطيك دفعة معنوية، يعطيك يعني تتحمس حق الشخص ودك تسوي له. بس انا بالنسبة لي يعني ما افرق وايد بصراحة، عادي ما عندي مشكلة يعني. يعني مثلا نقول ياك واحد كاشخ، اي زين، مثلا يوك، خلينا نقول مثلا انت مدير في مكان ما، ان شاء الله يا رب، ايه زين، يوك بنتين، ايه واحدة مزيونة اوه والثانية يعني، شو تسوي؟ ايه باد بخت. ها انا ليش ما اتدخل؟ لان عرباوي مع عرباوي، انا مالي شغل، عرفت؟ لا اقول اخاه ترى ما عندنا مشكلة يعني، احنا اس خدمون يعني. اوه طلال، لا 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 اس خدمون، لا رجاء رجاء، يعني لا صعبة، محتاجين مترجم ودي بهالجلسة اصدق هذه، مترجم محتاجين بهالجلسة هذه، كلام ايطالي ما عندي. لا ما شاء الله يعني احنا نسوي قطات ايطالية. لا من جماعة، من جماعة احنا. اي لا 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 بس ما يخالف، لازم تقول شنو قلت؟ شنو قلت له اول كلمة هذه؟ بدبخت اسخمون، بدبخت يعني مقرود، واسخمون يعني من الجماعة من الربع. لا في شغله ان تضبط الموضوع انه اوكي ما في مشكله، ترى فاهمين لا ما في مشكله، معاشر القمر. ما قلت، ما قلت طلال راح تمشي منو؟ انا اي طبعا يعني الاكيد المزيونه يعني. اذا شفت تو مخاب قال الرجال لا صح حبيبي، لا 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 الرجال ما غلط، قال الرجال مخابر ما قال النساء. النساء النساء الحين انا جبت النساء. لا والله فرق المظاهر صدق، يعني النساء مظاهر ما هي مخابر، والرجال نعم مخابر ما هي مناظر. لا والله بكيفك بكيفك انت ويا جاسم، انت ويا جاسم كيفكم يا باد بخت؟ احنا قلنا حبيبي اخوي طلال، الاغنيه الجايه حق فرقه ميامي، الله طبعا هذه اسم الاغنيه، انت امي. هديه حق منو؟ هديه حق منو؟ اي اكيد الواحد هديه حق راعي رفيجي، راعي الشيرات الهبان سامي الملا، يستاهل. يعطيك العافية. الله يعافيك. قواك الله أخوي طلال، وشاكرين لك على اتصالك وتواصلك ويانا، مشكور أخوي طلال. حياك الله. قبل لا نبدأ الأغنية بعد إذنك، طبعاً أهدي الأغنية هذه حق أمي، وايد شايلة علي وزعلانة. شغلة بسيطة، عارفين الناس الكبار شوية يعني يأخذون على خاطرهم من عيالهم. سالفة والله بسيطة، بس لا تزعلي مني يا أمي، والله حقك علي وعلى راسي من فوق. وهذه الأغنية مني لك، وإن شاء الله تسامحيني. ليش تزعل؟ بعدين أقول لك. يلا حلوة اللبن. لحظة لحظة. لا لا نسمع لحظة. نسمع نسمع. لحظة لحظة. ها. حلوة اللبن. إيه. تزعلها. هذا اللي بذبح بقز القلم. حلوة اللبن تزعلها. بقز القلم بعيونه. ثاني مرة. ليش؟ ما عنده عيون ثنتين. تذكر هذاك اليوم يوم تدزك أول حلقة يوم مروح الله يوفقك مبروك حمد، إيش زينك إيش زين؟ تزعلها؟ تزعلها يا حمد. أخذ القلم اللي طيحته عاد. شغل شغل. طيب يا يمه ابيض بطبعك.
يزعل امه؟ ما ادري. واحد يزعل امه. الو، معنا اتصال. الو الو، مرحبا. مرحبتين. انت كيف حالك؟ انت شلونك؟ شو هالبفاقة هذه اللي طلعت؟ بفاقة همبرجر هذه. ليش مزعل الشيخ؟ ليش مزعل امك؟ ها؟ ليش مزعل ماما؟ والله تدري كل واحد حوشه ظروف. يا عسى ربي ان شاء الله يخلي كل ام حق ولدها. امين. يخلي كل ولد حق امه ان شاء الله. يا ربي يا ربي. شفته؟ يا ربي يخليهم. واحد يزعل امه؟ انت تخيل ان تخيل ان جسمهم الحريم الكبار يا سبحان الله، لو تقول لك جيب لي خبزه ما كيب، تاخر خمس دقائق زعل غصبا عنك. تجيب لها امك ولا مو امك؟ انت اللي بتخبز. مزوج استاذي، بس بغيت اعرف سالفه الايفون. سالفه شنو؟ دي جي ون ولا دي جي ايفون؟ ليش تسوي هيك؟ لا بعدين، بعد هذا موضوع راح نقول لك عنه بعدين. هذا موضوع لا تغشني. الموضوع هذا تخص هذا وهذا. ها انت في القلب يا بعد عمري. بعد راسي والله حبيبي. قول لي عمي، موضوعنا اليوم قول لي. يلا، تحكم على الشخص من شكله؟ تحبه من شكله؟ شوف، تبي جد شنو تبيها بالجد؟ يلا قول بالجد. هذا اللي صاير، يعني لا أحد يقص على أحد ويقول هذا اللي صاير. شلون هذا اللي صاير؟ هذا اللي صاير حبيبي. زين أوكي، عطني مثال. عطني مثال يلا قول لي شلون. مثال؟ كنت رايح بنق الأوراقي، عارف موضوعي. دشيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناطر السكرتير يدخلني على منو؟ على فلان. فلان يقول على عمك، يعني لا يشوف لهم. إنزين. إنزين. لا مو